باباك ومامتك صحتهم كويسة؟ صحتهم ضعيفة خالص، بقى تعبان على طول. امتى بياكلوا زبادي عندك في البيت؟ بياكلوا في رمضان اكتر حاجة في السحور، بيبقى حلو زي الوقت الرسمي للزبادي. رمضان اشمعنى في رمضان مش كل يوم؟ مش عارف. تفتكر ليه الزبادي مفيد؟ عشان في كالسيوم يدينا طاقة من غير فيتامين، يعني هتتعبي كتير. عشان هو بيجيب لنا عضلات كبيرة أوي. تفتكر امتى المفروض ياكلوا زبادي؟ المفروض ياكلوا الزبادي كل يوم بالليل قبل ما يناموا، بالليل، الصبح، بالليل، كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم. ده نوم بالليل، صحتك بخير.